ولكني أود أن أقول إن حزب الأصالة هو حزب قام طبقا للدستور والقانون. نحن حزب سياسي ونحترم الدستور والقانون ونحترم المشروعية. سادة الصحفيين، نحن حزب قمنا وتأسسنا ونمارس نشاطنا في إطار الدستور والقانون، ونحن نحمي الدستور ونتمسك بالدستور. فمن الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب احترام الدستور، والدستور ينص في مادته الأولى على أن مصر جزء من الأمة العربية وتعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وينص في المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومن هنا فنحن نحافظ على الهوية العربية والإسلامية للأمة، مش لأن احنا متطرفين أو عندنا أجندات خارجية أو بنترقى فلوس من إسرائيل زي ما الأعدقاء بيقول علينا. كل اللي بيقول الكلام ده ربنا هيحاسبه، وهي بس مسألة إيه، هي خوف من الحركة أو من التيار الإسلامي. احنا أود أن أوضح إن احنا التيار الإسلامي نحن لسنا ضد أحد، ونحن منفتحون للتعامل مع أي تيار آخر، ونحن لسنا مع تقسيم المجتمع إلى قوة وطنية وقوة إسلامية. فالقوة الإسلامية وطنية والقوة الوطنية هي إسلامية، فنحن ضد هذه التفرقة. وربما كانت هذه التفرقة جاءت على لسان العلمانيين والليبراليين، فإحنا دعوناهم أكثر من مرة وقلت هذا الكلام أكثر من مرة في قناة الحافظ لقيادات العلمانية والليبرالية في مصر، بقول له ما تيجي تقعد معانا وتتكلم معانا ونشوف ايه اللي مشترك بينك وبينا. انت خايف من المسلمين في ايه؟ ما الاسلام موجود في مصر بقاله 14 قرن. هتيجي النهاردة تقول لي مش عايز اسلام، ايه المناسبة يعني؟ يعني ده يبقى المكسب بعد الثورة مقامت انك انت تيجي تلغي نص زي كده. النص ده حصل استفتاء عليه دستوري يوم 19 مارس. النص المادة الثانية والأولى من الدستور اللي بيحدد الهوية العربية والإسلامية لمصر كان هو النص الحاضر الغائب في استفتاء 19 مارس. الذين قالوا نعم قالوا نعم لأن هذا النص لم يتضمن المساس بالمادة الثانية، والذين قالوا لا بعضهم اعترض لأسباب أخرى وجيهة ونقبلها، وبعضهم كان يبغي إلغاء المادة الثانية من الدستور. أود أن أقول إن إحنا حزب سياسي ومفتوح لجميع التيارات ومفتوح لجميع فئات المجتمع بدياناتهم المختلفة وطائفهم المختلفة. الأحزاب الدينية ممنوعة، والأحزاب التي تقوم على أسس اجتماعية أو طبقية ممنوعة. فإحنا حزب، وإذا قلنا إن إحنا بندافع ونتمسك بشدة بالهوية العربية الإسلامية لمصر فإنما ذلك يتم في إطار الدستور والقانون. ومهمة الدفاع عن الدستور والقانون والدفاع عن هوية الأمة العربية والإسلامية ليست مهمة حزبنا واحدة أو حزب آخر بعينه، بل هذه مسؤولياتكم جميعا أمام الله. لنا مطالب عند الدولة قلتها في الاجتماع مع السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد الماضي، وأنا بقولها مرة أخرى عشان السادة الصحفيين اللي هيكتبوا ورايا أنا هقولها بالراحة. أول حاجة نطالب بإلغاء قانون الطوارئ فورا، ونعترض ونرفض مد الفترة الانتقالية، ولابد الانتخابات أن تتم في موعدها. ماشي يا حضرات. نطالب بإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين،
نطالب بالإغاء نسبة المرأة الكوتا المخصصة للمرأة، لأن دي تفرقة ليس لها أي وجه وليس لها أي محل من الإعراب، بتميز فئة من المجتمع على فئات أخرى مثل عمال وفلاحين والمرأة. فبنطالب بإلغاء هذه النسبة، وبنطالب بإلغاء نسبة المرأة، وبنطالب بإلغاء مجلس الشورى. ده مجلس بيكلف الدولة ملايين كل سنة وليست له فائدة من الناحية العملية، وليس له اختصاصات تشريعية، وإنما أنشئ في ظروف معينة ليهيمن على الأحزاب ولهيمن على الصحافة. النهاردة الصحافة أصبحت مستقلة، بدليل أن احنا في خطاب الموافقة على قيام حزب الأصالة صرحوا لنا يعني دلوقتي ممكن ننشئ يعني ممكن ننشئ صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية، خلاص ما فيش مجلس الشورى. والأحزاب خرجت من مجلس الشورى وبقى فيه لجنة اسمها لجنة شؤون الأحزاب موجودة في محكمة النقد. فطالبنا وها نحن نعيد المطالبات الأخرى مرة أخرى بإلغاء مجلس الشورى، لأن البعض كان بيطالب بأن تكون انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في وقت واحد، بحيث الناخب يدخل قدام صندوق مجلس الشعب وصندوق مجلس الشورى. وطبعا أخي وزميلي الأستاذ المهندس محمود سلطان شرح لكم موضوع القائمة النسبية، وطبعا أنتم مدركين ما فيه معاناة ومشقة في جماهير الناخبين مع قلة الثقافة وقلة العلم ومع الأمية، أنك تحط له نظام يلخبطه بالشكل ده. لكن هذا أمر لما وضع قد يكون مقصود لذاته. بنطالب بإيه كمان؟ هناك نص في قانون مجلس الشعب في المادة 5 اللي بيحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح في المادة 5. المادة 5 قال إيه بقى في الفقرة 4 عشان يوري لك المستوى الثقافي والعلمي لعضو مجلس الشعب اللي حيناقش القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية والضرائب العقارية وما إلى ذلك. قال لك يعني يكون بس بيعرف يقرأ ويكتب، يجيد القراءة والكتاب. إن كل الأحزاب ضروري أن تتعاون مع بعضها في إطار وتعاونوا على البر والتقوى. وأعود فأكرر أن احنا حزب منفتح لجميع طوائف المجتمع وعلى استعداد للتفاهم والتشاور والتحاور مع التنسيق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، إذا كان في ذلك ما يحقق المصلحة العامة لمصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أهو ده يعتبر شعارات انتخابية، وهتيجي العساكر دلوقتي تقفل لنا الصوان ده. شكرا لحضراتكم.